بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب ديال لي كومبروندر. طبعا كنا قد توقفنا مع لي بليزير دو ليتي، رأينا كيف أن سوزان التي ذهبت لتخيم مع أخيها روبير كيف أصابها الخوف عندما رأت ظل حمار صغير والذي كانت تظنه أسدا. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى ليستوار دو توكي لو بوتي شيان، لو بوتي شيان ترو كوريو ليستوار دو توكي. إذا نتكلم عن قصة توكي، نتكلم عن الكلب الصغير توكي، لو بوتي شيان الكلب الصغير ترو كوريو، الجد تطفلي، الجد تطفلي، أنه كثير التطفل، أنه يريد أن يعرف أشياء بعيدة عنه. إذا نتكلم هنا عن كوريو، طبعا في المؤنث نقول كوريوز كوريوز كوريوز، كوريو تطفلي، أنه يتطفل يتدخل فيما لا يعني. إذا ليستوار دو توكي لو بوتي شيان ترو كوريو. فوسي ميشيل، فوسي ميشيل توكي إي كامي، ها هو ميشيل توكي إي كامي، ثم كامي. توكي ne connaît pas encore le monde. Toki ne connaît pas encore le monde. Toki ne connaît pas encore le monde. إذن توكي لا يعرف بعد العالم. إذن المقصود بأن توكي هو كلب صغير لا يزال لم يعرف، لا يزال لم يطلع على ما حوله. توكي ne connaît pas، إذن توكي لا يعرف. طبعا عندنا لو فيرب connaître بصرف البريزون. إذن توكي نو كوني با، إذن توكي لا يعرف، أونكور لا يزال لا يعرف، لو موند، لو موند العالم، المقصود هنا أنه لم يعرف الدنيا، لم يعرف ما حوله. إلي تو جون، هو صغير جدا. إلي ني دون لا فيرم دو غيمي، إلي ني دون لا فيرم دو غيمي، إذن هو ولد. طبعا عندنا لو فيرب ناتر يعني ولد. إلى ني، إذا هو ولد دون لا فيرم، دون لا فيرم في مزرعة، دون لا فيرم دو غيمي في مزرعة غيمي. إذا إلى ني دون لا فيرم دو غيمي، إذا هو ولد في مزرعة غيمي. إل يا تخوا موا، هناك ثلاثة أشهر، المقصود منذ ثلاثة أشهر. il y a trois mois، هاد الصيغة il y a ممكن أن تأتي في هذا المعنى، منذ il y a trois mois، منذ ثلاثة أشهر، منذ ثلاثة أشهر il y a trois mois. quand il était tout petit، quand il était tout petit، عندما كان هو صغيرا. طبعا إتي كما قلنا هذا لو فيرب إتر مصرف في لامبارفي. كونت إل إتي عندما هو كان تو بوتي، كما نقول كل صغير، طبعا التو مقصود بها كل، ولكن تأتي في حالات كثيرة كما رأينا هنا، المقصود بها تخي، تخي يعني جد، جد صغير. كونت إل إتي تو بوتي عندما كان صغيرا جدا، إل غيستي كوشي كان يبقى. طبعا عندنا لو فيرب غيستي حتى هو مصرف في لامبارفي، كما تنشوفو لامبارفي ملي تتصرف مع إيل تتكون عندو لا تيرمينيزون ا اي تي، إذا مع إيل تعطينا ا اي تي في اللخر ديالو. طبعا في لامبارفي الفعل مع إيل تياخد ا اي تي، إل غيستي، إذا هو كان يبقى كوشي نائما. طبعا نتكلم على لو فيرب كوشي يعني نام، إل غيستي كوشي إذا هو يبقى نائما. il reste couché dans la niche de sa maman، il reste couché dans la niche، dans la niche de sa maman، إذا هو يبقى نائما في منيزل أمه. إذا هاد المنيزل الصغير الخاص بالكلب إذا يسمى la niche، il reste couché dans la niche، dans la niche de sa maman. il était sage، il était sage، إذا هو كان
كما نقول متعقلا إلى اتصاج وكان متعقلا، يعني أنه لم يكن مزعجا. بمعنى آخر إلى اتصاج إلى بونسي، طبعا عندنا هنا لو فيغ بونسي حتى هو مصرف في لامبارفي كما تنشوفو. إلى بونسي إذا هو لم يكن يفكر كو أبواغ إلا في الشرب، إلا في الشرب، شرب ماذا؟ صنلي، شرب حليبه. إذا هو في ذلك الوقت عندما كان صغيرا وعندما كان يبقى في منيزل أمه، إذا هو في ذلك الوقت كان لا يفكر في شيء آخر سوى في شرب حليبه إي أدوغميغ، وفي النوم كان يشرب حليبه وينام. إل نو بونسي، إذا هو لم يكن يفكر كابواغ، هنا عندنا كو أبواغ، طبعا هاد أ حذفناها لأن عندنا هاد أ، عندنا هاد أ غتجي من بعد منها، كما نقول في هادي، طبعا هي تتغير على حسب الأحوال، هادي أ اللي عندها أكسون ماشي أفواغ، هادي أفواغ ما عندهاش أكسون. إذا إل نو بونسي كو أبواغ، إذا هو لم يكن يفكر إلا في الشرب، إلا في الشرب، أو إلا في شرب صنلي حليبه، أي أدوغميغ، أي أنا عدتني، وفي النوم، إل نو بونسي كابواغ صنلي أي أدوغميغ، إل نو بونسي كابواغ صنلي أي أدوغميغ، إذا هو لم يكن يفكر إلا في شرب حليبه وفي النوم. Il ne pensait qu'à boire son lait et à dormir. Il ne pensait qu'à boire son lait et à dormir. Idem que Makuna, tout qui ne connaît pas encore le monde. Il est tout jeune. Il est né dans la ferme de Rémy il y a 3 mois. Quand il était tout petit, il restait couché dans la niche de sa maman. Il était sage. Il ne pensait qu'à boire son lait et à dormir. Mais un jour, ولكن في يوم ما, توكي se dit, توكي, كان ممكن نقول توكي دي, يعني توكي يقول, يقول لأشخاص آخرين, ولكن ماذا قلنا? توكي se dit, إذا توكي يقول لنفسه, توكي يقول لنفسه, بأنه حدث نفسه. Je suis grand maintenant, je suis grand maintenant, je suis grand maintenant, أنا كبير، أنا كبير، maintenant الآن، أنا الآن أصبحت كبيرا، je suis grand maintenant, je veux connaître le monde، إذن je veux، أنا أريد، je veux connaître، أنا أريد معرفة، نقول مثلا je veux boire، أنا أريد أشرب، je veux sortir، أنا أريد خروج، je veux connaître، أنا أريد معرفة. معرفة ماذا؟ لأن لو فيرب كونيتر، لو فيرب كونيتر يعني فعل عرفة، ومنها مثلا كلمة لا كونيسونس يعني المعرفة. جو فو كونيتر، أنا أريد معرفة لو مونت العالم، المقصود بأنني أريد معرفة ما يدور حولي. جو فو كونيتر لو مونت، أنا أريد معرفة العالم. إي توكي سوغ دو سانيش، إي توكي سوغ دو سانيش، وتوكي يخرج، طبعا عندنا لو فيرب سوغتيغ، هنا لو فيرب سوغتيغ كونجيغي أو بخيزون، إي توكي سوغ، ثم أن توكي يخرج دو سانيش، دو سانيش، من منيزله الصغير، المخصص طبعا للكلاب، إلا بيرسوا دي بوتيت بات تو جون، إلا بيرسوا دي بوتيت بات تو جون، إلا بيرسوا. طبعا عندنا لو فيرب ابيرسوفوار بصرف طبعا في البريزون، إلا بيرسوا هو يلمح، ماذا يلمح؟ ماذا يرى؟ دي بوتيت بات، إذا هو يرى حيوانات صغيرة، طبعا كلمة بات تعني حيوان، تعني حشرة، إلا بيرسوا دي بوتيت بات ممكن أن تأتي للدلالة على حيوان غير معروف، إذا نتكلم عن حيوان ما، إذا هو طبعا مادام أنه صغير هو سيرى حيوانات بهذا الشكل، إذا هو سيرى حيوانات لم يسبق له معرفتها ولا رؤيتها فيحب الاطلاع عليها. إلى بيرسو دي بوتيت بات تو جون، إذا هو
رأى حيوانات صغيرة توجون، كما نقول كل صفراء. طبعا عندنا هنا جون وليس جون، جون يعني صغير. أما كلمة جون فالمقصود بها أصفر. رأى حيوانات توجون، كما نقول كل صفراء، المقصود هنا جيد صفراء. فوالا لي بيت كي لابيرسو، إذن هذه هي الحيوانات التي لمحها كما نرى في الصورة. إلى بيرسوا دي بوتيت بيت توجون، توجون إذن هو يلمح حيوانات صغيرة صفراء جدا. سوسو دي بوسان، إنها فراخ، إنهم فراخ. إذن هو لمح فراخا، ولكن بالنسبة له تعتبر حيوانات صغيرة. حيوانات ما صغيرة ما دامت أنها تمشي بالشكل الذي يرى. سوسون دي بوسان، إذن هي فراخ، فراخ دجاجة. إلسون دغول، إلسون دغول، إذن هم غريبين أو ظريفين. طبعا نقول كلمة دغول كوصف نصف بها شيئا ما ظريفا، شيئا ما غريبا، شيئا ما مسليا إلى غير ذلك. إذن نقول عنه دغول. Elles sont drôles. Ces petites bêtes. إنهم ظريفين أو إنهم غريبين. Ces petites bêtes. هذه الحيوانات الصغيرة. Elles n'ont que deux pattes. Elles n'ont que deux pattes. ليس لهم إلا رجلين. الفراخ أو الدجاج ليس له إلا رجلين، على عكس الكلب الصغير الذي يمشي على أربعة أرجل. إذن طبعا هاد الحيوانات هي مختلفة عنه. Elles sont drôles ces petites bêtes. إنهم ظريفين أو غريبين. Ces petites bêtes، هذه الحيوانات الصغيرة. Elles n'ont que deux pattes. ليس لهم إلا رجلين، على عكس أنا الذي عندي أربعة أرجل. كيف لهم المشي على رجلين؟ Elles n'ont que deux pattes. ليس لهم إلا رجلين. Voyons un peu. فلننظر قليلا. Voyons un peu. فلننظر قليلا. دعونا ننظر شيئا ما. Toki approche son grand nez. Toki approche son grand nez d'un petit poussin. إذن Toki يقرب. طبعا عندنا هنا لو فيرب approcher يعني قرب، على عكس لو فيرب s'approcher يعني فعل اقترب، أن الشخص يقرب نفسه. هنا عندنا لو فيرب أبخوشي يعني أنك أنت تقرب شيئا ما، أو نتكلم عن شخص أنه يقرب شيئا ما. أو كما عندنا هنا توكي يقرب ماذا؟ يقرب أنفه. توكي أبخوش سونغوني، إذا توكي يقرب سونغوني أنفه الضخم، أنفه الضخم. إذا أنفه الضخم بالمقارنة مع الفراخ الصغيرة. إذن هو يقرب أنفه الضخم دان بيتي بوسان، من فرخ صغير. توكي أبخوش سونغوني دان بيتي بوسان، إذن توكي يقرب أنفه الضخم من فرخ صغير. إذن قرب الأنف ديالو الضخم من واحد الفرخ صغير. لو بوسا أبوغ، لو بوسان أبوغ، إذن الفرخ أنه خاف. إل كخي هو يصرخ، هذا الفرخ بدأ يصرخ. لا ميغ بول أكوغ، لا ميغ بول أكوغ، الأم الدجاجة، المقصود هنا الدجاجة الأم. أكوغ، طبعا عندنا هنا لو فيرب أكوغيغ، فعل أسرع، فعل أسرع، تصرف في البخيزون. طبعا الأم عندما سمعت صغيرها يصرخ، إذن طبعا هي ستسرع لنجدته. لو بوسا أبوغ، إذن الفرخ أنه كان عنده خوف، مقصود بأنه خاف. إيل كخي، طبعا عندنا هنا لو فيرب كخيي، هنا لو فيرب كخيي أو بخيزون، إذن عندنا فعل صراخة في الحاضر. إيل كخي هو يصرخ. لا ميغ بول، الأم، الأم الدجاجة، الدجاجة الأم المقصود. أكوغ،
تسرع، هي تسرع لنجدتي صغيرها. بون بون بون. إذن طبعا هي نقرت عليه أن كودوباك، ضربة منقار. إذن هي ضربت الكلب الصغير بمنقارها. أن كودوباك، ضربة منقار سيغ توكي، فوق توكي. إذن هي ضربت توكي بمنقار، المقصود بأن نقبات هذاك الكلب الصغير توكي سوسوف. توكي سوسوف، إذن توكي أنه يهرب. طبعا عندنا هنا لوفيغ سوسوفي، إذن توكي سوسوف، توكي يهرب. إذن كما قلنا مي أن جور توكي سودي جو سوي غو مانتونون جو فو كونيتخ لو موند. إي توكي سور دو سانيش إلا بيرسوا دي بوتيت بات توت جون. سو سون دي بوسان، إيل سون درول سي بوتيت بات، إيل سون درول سي بوتيت بات. إيل نون كو دو بات، إيل نون كو دو بات. فويو أن بو، توكي أبخوش سون غرو ني دان بوتي بوسان. توكي أبخوش سون غرو ني دان بوتي بوسان. لو بوتي بوسان أبور، لو بوتي بوسان أبور، إيل كري. La mère poule accourt. La mère poule accourt. Pon. Un coup de bec sur Toki. Toki se sauve. Toki se sauve. Toki a vu un œuf dans un coin de la cour. Toki a vu un œuf dans un coin de la cour. Et dans Toki, un aura or, tabanadana, le verbe voir qui met un chauffon s'arrêt, fait pas se composer ma. أفوار مع لوكسيليغ أفوار. طبعا كما تنشوفو علاش قلنا بأن لو باسي كومبوزي، لأن هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فوار، ثم عندنا لوكسيليغ مصرف في البخيزون، ممصرفش في زمن آخر، مصرف في البخيزون. إذن عندنا هنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيغ فوار، فعل رأى. إذن غيولي المعنى رأى، أنه رأى في الماضي. توكي أفي، إذن توكي أنه رأى أن نوف، رأى بيضة دونز أن كوان دو لا كور. إذن هو رأى بيضة في زاوية ساحة ما، هناك ساحة وفي الزاوية كانت هناك بيضة. إذن طبعا توكي أنه رأى هذه البيضة. توكي أفي أن نوف دونز أن كوان دو لا كور. أو لا جولي بيتيت بال، آهين على الكرة الصغيرة الجميلة. إذن هو رأى بيضة كان يحسبها كرة. أو لا جولي بيتيت بال. توكي برون لوف افيك سي دون، توكي يأخذ البيضة افيك سي دون بأسنانه، يحسبها كرة. توكي برون، طبعا عندنا هنا لو فيغ بخوندر في البخيزون. توكي برون، إذن توكي يأخذ لوف البيضة افيك سي دون بأسنانه، كما نقول هنا مع أسنانه. سي دون سي دون. أو لا جولي بوتيت بال، أو لا جولي بوتيت بال، آين الكرة الصغيرة الجميلة. توكي بخون لوف افيك سي دون، توكي يأخذ البيضة بأسنانه. لوف سوكاس، لوف سوكاس، إذا البيضة تنكسر، البيضة تتكسر. لوف سوكاس، لو فيرب سوكاسي، تكسر، كأن الشيء كسر نفسه، المهم أنه تكسر. ولكن ممكن نتكلم هنا على لو فيرب كاسي، لو فيرب كاسي، لو فيرب كاسي المقصود بأنك أنت تكسر شيئا آخر، أن شخصا يكسر شيئا آخر، ولا نتكلم عن شيء يتكسر كأنه يكسر نفسه. لوف سوكاس، إذن البيضة تتكسر، هنا طبعا تقال هكذا، مع أن توكي هو الذي كسرها. كان ممكن نقول مثلا توكي أكاسي لوف، توكي أكاسي لوف، يعني أن توكي كسر البيضة، أو نقول توكي كاس لوف. توكي كاس لوف، يعني أن توكي يكسر البيضة، ثم يفعل بوا، ثم يفعل بوا، البيضة تكسرت في فمه
ماذا سيفعل؟ طبعا لن يستصيغ مذاقها. ماذا فعل؟ بوا سوني با بون، هذا ليس جميلا. سوني با بون، هذا ليس جميلا. آه توكي، tu es trop curieux. Tu es toujours puni. Tu es toujours puni. آه يا توكي، tu es trop curieux. أنت جد متطفل. أنت تتطفل كثيرا. أنت تصل لأشياء بعيدة عنك كان يمكنك تجنبها. Tu es trop curieux. Tu es toujours puni. أنت دائما معاقب. أنت تعاقب دائما. طبعا عندنا هنا لو فيرب punir ولكن مصرف مع être. Tu es puni. أنت معاقب. Tu es toujours puni. أنت دائما تعاقب. إذن كما قلنا توكي a vu un œuf dans un coin de la cour. Oh la jolie petite balle. Toki prend l'œuf avec ses dents. L'œuf se casse. Pouah, ce n'est pas bon. Ah Toki, tu es trop curieux. Tu es toujours puni. Tu es toujours puni. إذن نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.